السلام عليكم. هاي دكتور، ازيك؟ الحمد لله. good morning وعليكم good السلام afternoon. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلو ألو ألو ألو، دكتور نيفين، زي حضرتك. ازاي أخبارك؟ يعني thank you for sharing your session. يلا، احنا you're welcome. أستاذة شيرين مصطفى حسن من الأكاديمي، النهارده هي هتبدع في السيشن. انا عارفه مجهزه لكم حاجات حلوه، ف انا كنت خايفه من كتر الناس اللي موجوده النهارده، فعندي حاله رعب كده. برحب بيكم كلكم، يعني انا بعرف بنفسي انا دكتوره نيفين ثروت، مدير معهد الدراسات اللغويه والترجمه، وبرحب بكم. يعني كلكم شرفتوني أستاذ الطلبة. طبعا شفت موصول للدكتورة يسرية والدكتور محمد حضرتك إن شاء الله، وهنبتدي السيشن النهاردة، بس مستنيين العدد يكتمل. يعني طبعا اللي مسجل أنا شايفة عدد كتير قوي على جوجل فورم. برحب كمان بالدكتورة يسرية، النهارده هتشاركنا مع الأستاذة شيرين حسن عن جوجل كلاس روم، لأن كتير قوي طلب مننا نعمل، خاصة إيمان سيف قالت أنا عاوزة أتعلم التستنج وعاوزة أتعلم إيه اللي بيحصل في جوجل كلاس روم. مع الأستاذة شيرين هنعمل التستنج، ومع أستاذة دكتورة نتعرف اكثر على الجوجل كلاس روم. طب اول حاجه المايكات كلنا، اذا سمحتوا لي كل تقفل المايك، اوكي، عشان تسمعوني بس في المرحله دي. السيشن الاولى ميس شيرين هتقول هتعرض how to do او how to make tests. السيشن الثانيه من فضلكم المايكات مفتوحه، من فضلكم المايكس تتقفل. ايوه من فضلكم، اشكركم. المايكس تتقفل من فضلكم، ايوه، عشان ما يعملش صدى صوت. طيب برحب تاني بالسادة الحضور، في ناس احنا مستنيينها تيجي على اساس ان هي مندي اول 3 دقايق احنا الساعة 7 بالدقيقة، كنا في انتظاركم. طبعا كلنا في الفترة الحالية عاوزين نتعلم e-learning، بس الاهم عاوزين نتواصل في طريقة الانتراكشن. فالانتراكشن هنا ان احنا ندخل على جوجل كلاس روم دي كبداية، بعد كده هندخل لمستوى أعلى، هنعمل ألعاب. يعني يوم السبت الجاي بإذن الله ويوم الأربع وينا محاضرين تي أو تي برضو، هيكلمونا على الويبكس وهيكلمونا على الألعاب اللي ممكن نعملها في إطار مع الطلاب، عشان يبقى في انتر أكشن في الديستانس ليرنينج. طبعا بطلب تاني من السادة الحضور، أرجوكوا اقفلوا المايكات عشان السيشن ريكوردد، أوكي، فعشان ما يعطلش السيشن. بستنى معلش أستاذة شيرين، في الفترة دي ممكن تعرفي حضرتك نفسك، حضرتك عندك 20 دقيقة وباللات 10 دقايق للسادة الحضور يسألوا، وبعدين حضرتك كمان هتعرفي هنعمل ايه في السيشن. لو في لينكس هنعملها او باسورد حضرتك هتحطها لهم في الشات بوكس، يبقى كتر خيرك من فضلك. اتفضلي. في الامريكان دبلوما بروجرام في المدرسه الدوليه في العرب اكاديمي فور ساينس اند تكنولوجي في الاكاديميه العربيه النقل البحري، و تي او تي ترينر، بروفيشنال سيرتيفايد تي او تي ترينر، ومعايا ماسترز ان لينجويستكس اند فونيتكس في مجال البراجماتكس والاي ليرنينج ان جنرال. النهارده ان شاء الله احنا هنتعرف على الجوجل كلاس روم
وازاي نقدر نعمل كويز او اسايند تيست على الجوجل كلاس روم، وايه الفيتشرز اللي ممكن نستخدمها عشان نحاول نمنع الشيتينج او نحاول نخلي من الامتحان ده ما يتسربش بين الطلبه على قد ما نقدر. اتمنى بس ان كلكم يكون عندكم جيميل اكاونت او جوجل اكاونت تقدروا تدخلوا بيه على الباسورد اللي هنديها للاكاونت بتاعنا. احنا هنستنى بس دقيقتين اللينك بتاعها بقطع حضرتك. تمام. هنستنى دقيقتين تبقى 7:05 وبعدين ننطلق، لان في ناس انا شايفاها بتحاول تدخل. فاحنا وصلنا العدد دلوقتي 33، ف which means يعني ان السيشن بتاعت حضرتك ما شاء الله عليها، يعني وعند حضرتك جامعة القاهرة وجامعة حلوان وجامعة عين شمس ويعني وجامعة دمنهور والأكاديمي. فأنا سعيدة جدا بحضوركم ويانا، وياريت في الشات بوكس كل واحد يكتب، لأن ده لما بيتحط بسيفه بحطه على الجوجل كلاس روم وبرفعه باللينك اللي حضراتكم عارفينه بنفس اسم البيج بتاعتنا. هترجعوا هتلاقوا كل السيشن بتاعت النهاردة تم تسجيلها فعلا، والشات بوكس كل اللي حصل فيها بيبقى موجود عندكم. فياريت كل واحد يعرف نفسه في الشات بوكس عشان أستاذة شيرين بعد كده لما ترجع لها تبقى عارفة مين كان وياها. وبشكر شكر حار جدا لنجاح، لو النهاردة أنا وصلنا العدد في خلال أسبوع للعدد ده، فالنجاح لحضراتكم. والجندي المجهول وياي هو طالب في معهد الدراسات اللغوية والترجمة، وهو بيساعدني او بالاصح انا بتعلم منه. ايوه نرجع تاني من فضلكم نقفل المايكات من فضلكم المايكس عشان ما اضطرش انا اقفلها على طول من فضلكم. وياريت كل واحد داخل بنيك نيم يبقى يحط الاسم الحقيقي عشان نبقى برضو عارفينه. فبقول دلوقتي الجندي المجهول، وده محتاج تشجيع كبير، هو أستاذ محمد إبراهيم، هو طالب عندنا في الـ PhD، وعلى وش إن شاء الله يناقش الرسالة بتاعته. أعتقد أستاذة شيرين كده ممكن نبتدي عند حضرتك مطلق الحضرية، عندك لغاية 7:30، اتفضل. إن شاء الله. أنا برضو عندي بس ترحيب خاص بمديرتي وزميلتي العزيزة أستاذة عزة حسن، مديرة برنامج الشهادة الأمريكية بالأكاديمية ببرامج التعليم الدولي بالأكاديمية. يعني هي حاضرة معنا دلوقتي، وده شيء حقيقي فعلا يشرفني تشجيعها ليا ده. وأهلا بحضورها، وإحنا we are honored يعني، وأنا رحبت بيها على الصفحة وبرحب بيها. ربنا يخليك يا دكتور. شكر موصول لوجودها ويانا وللجميع حقيقي. هنبدأ، ده الكلاس كود أنا هحطه في الشات بوكس، ياريت كلنا نحتفظ بيه. تمام. وهنبدأ مع بعض كده نشوف إحنا ممكن نعمل إيه في الجوجل كلاس روم، إيه الإمكانيات اللي ممكن تكون عندنا بخصوص التست. معلش استاذ حضرتك تقفلوا المايكات تاني من فضلكم. احنا هنشوف مع بعض عرض تقديمي بسيط كده اللي ممكن نعمله في التستنج في الجوجل كلاس روم. تمام. يا ريت بس دكتور نيفين تاكدي عليا ان الباوربوينت ظاهر. لا لسه، هي دلوقتي تمام كده. دلوقتي تمام زي الفل. تمام. طيب احنا هنبدا ازاي نعرف الجزء اللي هيهمنا، ازاي نعرف نكرييت ونمانج الكويزز على الجوجل كلاس روم. هنشوف ازاي نكرييت كويز اساينمنت، ازاي نحاول نمنع التشيتنج بريفنشن،
ونشوف إيه اللوك مود، هو نعرف إيه هو اللوك مود ده، لأنه هي دي خاصية موجودة في البيد أكاونتس أو اللايسنسد أكاونتس اللي بتتعمل المؤسسات وبتشتري دومين. إزاي نجيب الجريدز بتاعت الأسايمنت بتاعنا، الدرجات بتاعتنا نعرفها إزاي، وإزاي نقدر نشوف الأنسرز عشان حتى نحكم على الجريدز اللي طلعت أوتوماتيكلي اتصلحت. وده حلم طبعا كل تيتشر أو أستاذ، إنه يبقى عنده حاجة تقدر تصلح له الكويز بتاعه. وهنشوف ديمو بسيط كده على الكويز. أول حاجة إحنا لما بندخل على classroom.google.com وبنبدأ نعمل خطوات الكلاس بتاعنا، وبيكون خلاص الطلبة بتاعتنا معاهم الكود، بنبدأ أول حاجة بنعمل create quiz assignment، دي أول خطوة. وبعدين ببدأ أحط شوية معلومات عن الكويز بتاعي، يعني مثلاً أنا الكويز بتاعي ده مثلاً في الساينس، في الهيستوري، أو في تشابتر معين أنا اديته في المنهج بتاعي مع الطلبة، وببدأ أقول الكويز ده أنا حديه لمين بالضبط، لأي جروب. لو أنا عندي كذا كلاس فممكن على جوجل كلاس روم يبقى عندي كذا كلاس، فحبدأ أقول مثلاً طلبة سنة أولى، سنة ثانية، وححدد الكويز بتاعي درجاته كام، وهقول الديو ديت بتاعي هنا، والمقصود بالديو ديت الساعة، الوقت الكويز بتاعي المفروض ان هو هيقفل على الطالب ويوصلني بعديها رسالة. هو مش هيمنع الطالب اللي فتح الكويز انه يكمل، هو هيكمل، لكن هيوصلني بعديها رسالة تقول لي خلي بالك ان الكويز ده was done late. وطبعا في نقطة مهمة قوي تحت هنا، دي schedule assignment، الناس اللي تحب انها تسيف الكويز بتاعها ويكون موجود وحطينه على الموقع رافعينه للطلبة على البيج، بس الطالب مش هيقدر يشوفه، احنا هنخبيه لحد ما نعمل احنا عاملين schedule. هنقول مثلا طلع الassignment ده بكرة الساعة 10، وهو due date بتاعه نص ساعة، يعني هيخلص 10:30، يبقى كده الطالب بتاعي أول الساعة 10 ما يدخل هيلاقي الامتحان بتاعه يبدأ ياخده بسهولة. طيب الكويز فورم نفسها، يعني زي ما شفنا في الخطوة السابقة ان انا طلع عندي اوتوماتيكلي اول ما قلت كرييت كويز اساينمنت طلعت لي جوجل فورم جاهزة دخلت جوه الكلاس روم بتاعي. الكويز فورم بتاعي بقى شكله ايه، ايه الامكانيات اللي موجودة عندي، ودي هنشوفها يعني بالتفصيل اكتر على الموقع. انا عندي المالتيبل تشويس، عندي الاول شورت انسر، وبحط الانسر بتاعتي عشان يبقى فيه خاصية الاوتو كوركت او الاوتو جريدنج، يعني تصحيح التلقائي، وممكن احط باراجراف لو انا عندي قطعة مثلا عليها اسئلة عايزة احطها، واحط الاسئلة وراها، او ابقى طالبة منه انه يجاوب في صورة باراجراف. وطبعا هنا هيرجع لي، مش هحط درجة على السؤال ده او هحط درجة معينة، وهيرجع لي السؤال ده علشان بعد كده اصلحه او احط اكمل الدرجة بتاعته بناء على اجابة الطالب اشوفها كاملة ولا لا. عندي المالتيبل تشويسز زي هنا، ده بلانك كويز، وانا هبدا احط افيل ان المالتيبل تشويسز بتاعتي. طبعا عندي تشيك بوكسز، وعندي الدروب داون منيو اللي نقدر نختار منها، وممكن ابلود فايل جوه الكويز، ممكن ابلود صورة كمان، ممكن ابلود فيديو لو انا عايزة أوريهم فيديو معين أو لينك معين يدخلوا عليه علشان يشوفوا حاجة معينة وهيتسألوا عليها بعد كده. وممكن كمان يبقى عندي الإجابة زي تحت كده date أو time، إن أنا أطلب الإجابة في صورة تاريخ أو time. والcheck box grid ده بنستخدمه عادة لو إحنا عندنا إجابة لها أو سؤال لي إجابات متفاوتة زي أوافق وأوافق بشدة وأرفض، دي بتحتاج الcheck box grid، وكذلك للمالتيبل تشويس. طبعا لازم اظبط السيتنجز بتاعتي، الجنرال سيتنجز بتاعتي، والبرزنتيشن عايز اوري الكويز ده ازاي للطلبه بتاعتي، والكويز في النهايه. طبعا لازم اعلم مارك ذس كويز، وهنشوف الخطوات. واهم حاجه ان انا طبعا ما انساش ان اشيل ريسبوندنتس كان سي كوريكت انسرز، لازم تتشال كوريكت انسرز دي، والا الطالب وهو بيحل الكويز هيشوف طبعا إجابات. وطبعا أعلم على ميست كويزز عشان لو حد فاته سؤال يبقى دايما شايف الكويز ده هيشوفه. ومن الحاجات المهمة إني أقول later after manual review، إني ما طلعش الدرجة بتاعتي بتاعت الكويز إلا لما later on، لما أنا أبص عليها بعد كده. طيب إزاي ممكن نمنع الغش كده سريعا؟ عندي الشافل أوبشن، في كل سؤال أنا ممكن ألخبط الاختيارات بتاعتي، يعني عندي كذا اختيار وأنا عايزة الاختيار ده يطلع، السؤال ده يطلع بالاختيارات مختلفة لكل طالب، فبعمل شافل أوبشن أوردر. طيب
دي بقى خاصية مهمة جدا، ودي من الحاجات اللي ناس كتير ما بتعرفهاش في جوجل كلاس روم. طيب فلنفترض ان انا عايزة اعمل فيرجنز للتست بتاعي، يعني عايزة اخلي كل مجموعة من الطلبة بيمتحنوا سكشن معين بحيث ان انا اقلل الغش اكتر واكتر. فبحط سؤال في الاول اجباري، وبيزد على اجاباتهم للسؤال ده ببدأ اوزعهم، كل واحد يروح لسكشن. يعني مثلا الناس اللي بتحب اللون الاحمر تختار هنا، بحط اختيارات كتير. الناس اللي مثلا معاها ارقام من كذا لكذا، واكون مثلا موزع ارقام على الايميلز معاهم، بس انا افضل اختيار حاجه خاصه بالهوايات مثلا، واجباري عليه انه يختار. اقول له مثلا اكتر لون قريب ليك، او اكتر رياضه بتحب تلعبها، او اي حاجه احس انه ممكن الطلبه كلها تختار منها. كل لون هيختاره او كل اجابه هيختارها هتوديه لسكشن مختلف، فبالتالي هنا الطلبه مش عارفين ان هم اتقسموا، او ان هم كل طالب معاه نسخه مختلفه من الامتحان. Go to section 5 لو أنا اخترت الريد، Go to section 6 لو أنا اخترت الجرين. طيب كمان لازم أنوع في الكويز بتاعي، يعني أنا عندي السيكونس questions هنا أو الشات بوكس جريد ده، لازم أغير في نوعية الأسئلة، ما يبقاش كله multiple choice وبس. لو في matching questions مثلا، لو في reading passage حطها وحط لها أسئلة، لو في free response questions حاجة محتاجة critical thinking أو محتاجة أن الشخص ينقد شيء معين أو يفكر فيه بدرجة أكبر، بحط له free response questions وبرجع بعد كده أن أنا أصلح الجزء ده. يعني مش مشكلة أن الباقي الجزء يتصلح أوتوماتيكلي، لكن الجزء اللي محتاج أن أنا أراجعه أو review تاني يرجع لي. ممكن أحط سؤال مبني على صورة أو على فيديو. طيب ايه اللوكت كويز مود ده؟ اللوكت كويز مود ده لو انا عامل اكاونت للجوجل كلاس روم بتاعي، المنظمه بتاعتي او المدرسه بتاعتي او الكليه واتيفر، يعني الهيئه عامله جي سويت اكاونت وشاريه دومين ودافعه فلوس فيه، تمام؟ هنا بتقدر يبقى عندها حاجه اسمها لوكت مود، يعني هو قفل على الطالب البراوزر اللي بيشتغل عليه. ويا سلام كمان لو عنده كروم بوك، كروم بوك ده بيبقى لابتوب كده بيشتغل بالكروم، ده بيقفل على الطالب خالص الامتحان. لو حاول الطالب يطلع بره السكرين اللي بيمتحن فيها، الشخص اللي بيراقب بيبقى نوتيفايد طبعا، وبينذر بقى الطالب او بينهي امتحانه، او بيعرف ان هنا في حاله غش ثبتت. طيب الريسبونسز دي عملنا الكويز بتاعنا، فانا اهم حاجه وانا بصمم الكويز بتاعي اني ابص على الريسبونسز واشوف يا ترى انا الريسبونسز بتاعتي عايز اجمعها ازاي، عندي سبريد شيت احطها فيها اكسل شيت، ولا انا هعمل. مهمه جدا الخطوه دي علشان الطالب او الطلبه بتاعتي ما تخلصش الامتحان بتاعها وانا ما بقاش عارفه اجاباتهم ايه. في نقطه كمان مهمه، ان انا قلت لازم في الجوجل كلاس روم تيست لازم اول سؤال يكون اسم الطالب، والا انا هيجي لي في السبريد شيت بتاعتي هيظهر عندي اجابات من غير اسماء، هيظهر عندي اجابات بدرجات كل واحد جايب كام، بس انا مش عارفه ايه الاسماء، هيظهر عندي بس التايم سبان. هندخل دلوقتي مع بعض على جوجل كلاس روم، وده الكود بتاعنا XGZADXU، وانا طبعا في الباوربوينت حاطه لكم الايميل بتاعي ان شاء الله. ندخل مع بعض على الجوجل كلاس روم. ممكن حضرتك ترجعي تاني الكود بتاع الكود بتاع كلاس روم من فضلك؟ ايوه تمام، احطه لحضرتك في الشات بوكس. ممكن دكتوره دكتوره لما ترجعي تاني على كلاس روم طلعيه على الكبير. طيب. اوكي طيب. تمام. يعني يقدروا هم ساعتها هيدخلوا. تمام خلاص باذن الله. تمام احنا دلوقتي داخلين الجوجل كلاس بتاعنا، تمام، وده الكود بتاعنا يا ترى ظاهر للجميع كده XGZADXU. هنعمل كلنا جوين كده، يعني نديهم فرصه دقيقتين. قدامنا لسه، احنا دلوقتي بقينا 6:17 دقيقه، حضرتك لسه قدامك ربع ساعه. اوكي ماشي. اوكي معلش انا عامله زي ضميركم الحي كده، انا اسفه.
لا بالعكس، ده التايمينج ده حاجة مهمة في البروفيشن بتاعتنا أصلاً. احنا شاكرين لحضرتك. أنا قبل بس وهما يدخلوا عند حضرتك في الـ تمام السيشن. دكتور كنت هستأذن حضرتك في سؤال بس ليه علاقة بالبرزنتيشن. أنا سارة دكتور. سارة اتفضلي. هو بس بالنسبة للجزء اللي احنا بنغير فيه. معلش أستاذة سارة الأساس هي في آخر السيشن. أوكي؟ طيب أوكي. وبعدين بعد إذنك you could write your question في الشات بوكس وبعدين دكتور ميسيس شيرين هترد عليك. أوكي؟ طيب أكيد تمام. أوكي؟ طيب أوكي. أنت عندك الميت بتاعها. You can وقت المحاضرة بيبقى يعني بسيط أنا عارفة، فلو عندنا وقت هندي فرصة للموضوع لأن طبعا كل عاوز يبقى في جزء ايه practice. مرسي يا سارة لتفاهمك الوضع. أوكي مرسي دكتور. مرسي حبيبتي. تمام. أيوة. قدرنا كده نعمل join. أنت كلهم عندك ايه أخبارهم احكي لنا. كم واحد؟ طبعا هو اللي عندي انا 50. اللي داخل عندك كم؟ ما شاء الله هيبقوا 50. تمام تمام يا دكتور. احنا عندنا لسه حوالي 18 او 20. نستنى احنا ممكن عشان نقدر نعمل براكتس. طيب احنا ممكن قبل ما نبدا الكويز الكود كده واضح للجميع صح؟ ممكن يلا بينا حضرتك اتفضلي. تمام احنا دلوقتي دخلنا المفروض ان في كويز موجود بس انا هستأذنكم ان احنا ما نبداش فيه دلوقتي. انا هوريكم سريعا انا عملت الكويز ازاي كده في اقل من دقيقه يعني. اوكي انا هنا هعمل كلاس ورك، هعمل كرييت لكويز اساينمنت، ده تطبيق عملي كده. هحدد البوينتس بتاعتي من هنا. لو انا عايزه انجريدد هقول الديو ديت بتاعي، هكتب الوقت بتاعي باليوم بالساعه يعني هقول 6 ابريل مثلا، والتايم هنا ده اوبشنال بالنسبه لي بس انا افضل في التست ان احنا نحط التايم. والاول ستودنتس بتوعي انا هنا ظاهر عندي الطلبه، فهنا ممكن كمان ان انا اعمل امتحان واقسمه على عدد معين من الطلبه، يعني الكويز ده هيطلع لعدد معين زي ما انتم شايفين على الشاشه. وبعدين بقول كرييت فبدوس على بلان كويز ده. طيب الكويستشنز بتاعتي ببدا اضيفها مالتيبل تشويس او الانواع المختلفه اللي عندي، وباجي كل ما بعوز ازود سؤال بدوس بلس واغير النوع بتاعه. هنا في حاجات مهمه قوي ان احنا ناخد بالنا منها. لو كتبت السؤال لازم اقول required يعني لازم يجاوبه، وبحط هنا بدوس على answer key وابدا اختار اي واحده من البوينتس اللي انا حطيتها هي دي الاجابه الصحيحه، وهنا احدد الدرجات اللي انا عايزه احطها لكل سؤال. طيب لو عايزه اعمل section جديد وده اللي اقدر من جوه الكويز الواحد اقسم الطلبه بتاعتي انها تاخد كذا شكل كذا نسخه من الامتحان، بدوس هنا تمام وبقسم بقى عندي section 2 وسكشن 2 ده مثلا هسميه مثلا عندي في الانجليش ممكن يبقى عندي ريدنج، وسكشن 3 رايتنج، فكل سكشن بيبقى له حاجه مختلفه. طيب في كمان اختيار مهم جدا
ان انا جوه الكويز نفسه لو انا اخترت multiple choice مثلا او الانسرز اللي انا السؤال بتاعي اخترت ان هو يبقى multiple choice او اي نوع تاني، لازم هنا هختار حاجة اسمها shuffle option order. تمام؟ طيب لو في بقى الاوبشن دي مهمة جدا الvalidation، يعني ايه validation؟ لو السؤال بتاعي عبارة عن short answer، انا طالبة من من الطلبة ان هم يجاوبوا اجابة معينة، دي طريقة تانية برضو ان انا اعمل بيها الفيرجنز، ان انا بكون مدية ارقام معينة والارقام دي لو هو كتب الرقم ده صح هيضطر وقت الامتحان ياخد مني الباسورد، يعني كأنها باسورد اهي. response validation دي مش هتظهر معايا الا لو انا طلبت منه او لو انا حطيت السؤال short answer، فهطلب منه response اجابة معينة كأنها باسورد، هبعتها له أقول له اكتب دي فيتفتح له الامتحان بتاعه، ودي من الخصائص اللي بتظهر في الشورت أنسر عندنا. كمان عندي من السيتينجز تاعتي لازم بقى الجزء ده أضبط الامتحان بتاعي بقى، هل أنا عايزة أجمع الإيميلات بتاعتهم مع الإجابات، هل أنا عايزة الطالب أخد منه إجابة واحدة بحيث ما يدخلش يعمل الامتحان ده مرتين ثلاثة ورا بعض، هل أنا هسمح له أنه يصلح الامتحان بعد ما يديهوني ياخده تاني يصلحه ويصلح إجاباته؟ أكيد طبعاً لا. ممكن أخليه يشوف الـ summary charts أو text responses، أفضل برضو أنها تبقى لا، لأن ده امتحان مش مجرد exercise عادي. الـ presentation بتاعي ممكن أوريه له progress bar بحيث أنه يبقى عارف هو في question كام بالضبط في الامتحان. طبعا بشفل الكويستشنز اوردر، دي بقى خاصيه اكتر تعقيدا، انا هنا حتى الطلبه بتاعتي مش بس خدوا السؤال الواحد الاجابات بتاعته مختلفه لكل واحد، لا ده الامتحان نفسه الكويستشنز كلها شفلد، فطبعا هنا نسبه الغش هتبقى يعني شبه منعدمه unless ان هو هيفتح براوزر بره ويحاول يجيب الاجابه، لكن لو الامتحان تايمد ومحدد بزمن معين هو هيبقى كأنه في سباق مضطر يخلص في الوقت ده. وفي الآخر بختار confirmation message مثلا أقول له thank you for your responses أو your responses have been recorded أو you finished your quiz and so on. طيب الكويز هنا طبعا بميك this quiz يعني بنفذه خلاص دلوقتي. release grade أفضل طبعا أنها تبقى later after the manual review، لازم نختار تاني واحدة، وزي ما بأكد correct answers يا جماعة لازم نشيلها وإلا الطالب هيطلع له الإجابة بتاعة الكويز. أفكره بالmissed questions وأوري له طبعا كل سؤال نسبته قد إيه. طيب أحب أبص بصة سريعة على الكويز بتاعي. ثانية أيوة يا دكتور. ميس شيرين أنت رائعة، بس في طلب يعني نبطئ شوية، أنا عارفة أنا ضغطت بالوقت. أيوة أنا مش بروفيشنال زي حضرتك، فواضح جداً السيشن دي هتتعاد تاني وهنتفق على الميعاد تاني نعيدها تاني واحدة واحدة وان وان. من عناي حاضر. أوكي باي باي. ماشي ثانك يا دكتور. ممكن ناخد الكويز دلوقتي بحيث ان انتوا تشوفوه. طبعا بعد ما عملنا الكويز في فوق عندي كده عين بريفيو دي بتخليني اشوف الكويز بتاعي قبل ما اقفله بقى خالص واخلصه واقول اساين او اسكيدجول، يعني احط له ميعاد للطالب بتاعي. خلاص بشوف ان انا على الكويز بتاعي ثلاث صفحات، وطبعا انا لو عملت قسمت سكشنز بختار ان الطالب يشوف ما يشوفش الكويز مره واحده، يشوف صفحه صفحه، فكده هو كل سكشن هيظهر له أو كل سؤال في صفحة، بحيث إنه ميلحقش حتى يصور الأسئلة لأصحابه أصعب عليه المهمة، يعني لو السؤال قدامه صفحة فيها خمس أسئلة لا أصعبها أحط له صفحة بحيث إنه ميلحقش حتى يصور ويبعت على الواتساب لأصحابه أو بأي وسيلة التواصل. طيب أنا دلوقتي فتح البلانك كويز ده، هو المفروض إن هو أسايند عندكم، سوري إن هو أسايند عندكم في الستريم. لو فتحنا كلنا ستريم هنلاقي شيرين مصطفى posted a new assignment general knowledge، يعني أطلب منكم كده إن أنتم تدخلوا تبدأوا تعملوا. تمام، هنا زي ما أنتم شايفين على الشمال أنا عندي الناس اللي بدأت في الـ أو موجودين دلوقتي هيبدأوا الكويز، والكويز ده من 10، هو أسئلة يعني معلومات عامة، هو سؤالين بس.
هنا عندي ان في واحد رجع الكويز turned in الكويز وفي 27 بيمتحنوا الكويز. هنا الناس بدأت تخلص يعني جزء بدأ يخلص الكويز عشان أوريكم برضو شكل النتائج هيبقى عامل إزاي. انا عاوز ابلغ حضرتك بس ان احنا طبعا فضلنا وقت الوقت خلص. أيوة. طيب. بس هي طيب. حضرتك وياكي 58 عضو هيتقابلوني بعد كده بالسيشن دي كمان مره، فهناخد وعد ان حضرتك هتعيدنا السيشن دي ممكن نعمل ان شاء الله يا دكتور حسب مواعيد حضرتك ونتفق برضه، بس نكمل ان شاء الله. إيه ان شاء الله انا عايزه اوريكم بس شكل الاجابات هتبقى عامله ازاي عندي وبس. تمام. لو بصينا مش عارفه الشاشه يا دكتور باينه الاكسل باين كده. ايوه تحفه. هي بس في ايمان سيف بتقول ان هي عندها مشكله ان هو ما بيعديش على ال take her to the second page. اوكي فهي عندها كانت بروبلم كده. شكلنا هنعيد السيشن دي تاني يا ميس شيرين معلش يعني ان شاء الله وياكي وهستغلك بقى يعني ان شاء الله. هي عموما هنا بينا لي انا كمحاضر او كاستاذ الدرجات اسم اسم وكل واحد جاب كام وجنبه اجاباته. يعني انا هنا كمان بدبل تشيك قبل ما اقول للطالب وارجع واقول له استنى درجاتك اهي هحطها لك دلوقتي اكتبها لك هنا. هنا ممكن اكتب واقول مثلا لمس عزه حضرتك اخذتي مثلا 10 تمام، وهنا ريتيرن ليها المارك. هي كده وصل او هي كده خلاص بقت عندي المارك بتاعتها وصلت اتسجلت عندي. بعد كده ممكن ارجعها لها او ممكن افضل ان انا احتفظ بيها. طبعا احنا يعني درجات الامتحانات مش بنبلغها عبر طبعا الجوجل كلاس روم، احنا ممكن بتتحط في خلال شيت او حاجه معينه. اتمنى اني اكون ما طولتش عليكم. هي هنا في اقتراح قبل ما نقطع السيشن، هي دكتوره يسريه ممكن هي اللي تتفضل، هي عاوزه تقول لحضرتك حاجه، عاوزه تقترح عليكي ان حضرتك تكملي السيشن. وانا بقول نعمل سيشن مره تانية نعملها بالتفصيل. انا افضل كده لان هي كمان يعني لا هي برضو الجزء بتاعها هيكمل الجزء بتاعي جدا. طيب. يعني هيكمل الصوره. طيب. وده يعني مجهودها اكيد هي تعبت فيه النهارده. انا شاكره لحضرتك جدا جدا جدا. وانا كمان والله يا دكتور ويا ريت حضرتك ترجعينا للصوره اللي احنا نشوف كلنا بعضينا يعني عشان تمام. وده الايميل بتاعي هيبقى موجود عندكم ان شاء الله. وهنا هنستوب الشير ونرجع نشوف بعض. ايوه بالظبط كده عشان تمام يا دكتور. حضرتك انا بهاني حضرتك حضرتك وياكي 58 عضو ويا حضرتك دلوقتي حضرتك بيتابعوا حضرتك. ده لاهميه المحاضره وكمان بيدخل دلوقتي كمان عضو من مؤسسي معهد الدراسات اللغويه والترجمه لسه داخل حالا دكتور محمد فوزي بنرحب بيه. هي السيشن بتاعت
اهلا بحضرتك. هي السيشن بتاعت حضرتك للاسف خلصت، بس هنبتدي السيشن بتاعت الدكتوره يسريه. بشكرك جامد جدا، انا سجلت ان شاء الله مش بتاعت حضرتك. ف شكرا يا دكتور. بس ان يعني كلكم تقدروا ترجعوا وللجوجل كلاس روم اللي احنا عاملينه بقى ك e-learning club، بستأذن مش بتاع دكتورة مش بتاع ميس شيرين، هتلاقوا كل الماتيريال باوربوينت زائد السيشن كلها النهاردة بكل التوكس بتاعتنا اللي هي عشان كل واحد. كان في ناس بتقول احنا ماشيين بسرعة فحيوقفوا البريزنتيشن ويتفرجوا على الفيديو وحيمشوا بالريتم بتاعهم. اوكي، فبشكر حضرتك وحقيقي. شكرا يا دكتور. اقول لك على ان احنا كلنا سعداء. هتلاقي دلوقتي على الشات بوكس تسقيفات وقلوب وتانكس. والله ثانك يو سو ماتش، والله بجد. اوكي يعني أوكي. ربنا يخليكي وميرسي ان يعني اديتي اهميه للصفحه بتاعتنا والجروب بتاعنا، وبالنيابه عن الطلاب بشكرك جامد جدا. وأنا بشكر حضرتك والله على الفكرة الجميلة دي، لأن فعلا كلنا في الوقت ده محتاجين ده. وأنا يمكن كنت دايما بطالب بده مع أساتذتي في الكلية وفي شغلي، الأونلاين ليرنينج حاجة مهمة جدا وإحنا دلوقتي محتاجينها. شكرا لحضرتك، ألف شكر. أنا شكرا لحضرتك، وحضرتك مش هتسيبينا طبعا. لا أنا معاكم بس هقفل الفيديو. أوكي، ونرحب بقى بالدكتور محمد. أهلا بحضرتك، نورتنا. ودلوقتي بطلب من السادة الأعضاء المكملين ويانا، عشان دكتورة يسرية هتبقى تشرح أجزاء بطريقة مبسطة برضو، والريتم بتاعنا هيبقى مع دكتورة يسرية هيبقى أبطأ شوية أنا عارفة. ونفتح المايك بتاع دكتورة يسرية. أهلا بحضرتك دكتور محمد فوزي. أهلا بحضرتك يا بروف، أهلا بحضراتكم جميعا. آخر من وصل إلينا حالا دلوقتي، فبرحب بآخر حضرتك دكتور. يعني كان عطل فني بسيط. كان عطل فني بسيط. وبشكر بشكركم جميعا طبعا، تشرفت بحضرتك يا دكتور وجميع السادة دكاترة طبعا. ربنا يخليك. هي كانت الطلبة كانوا طلبوا السيشن دي عندنا لأن هما تيتشرز برضو، فعاوزين يتمرنوا على التدريبات على جوجل كلاس روم. ومهم جدا كمان بنرحم بدكتور محمد جمعة، ياريت يفتح المايك بتاعه، لأن ودكتورة كريستين يوسف. يعني طبعا أنا يعني الشكر موصول للأستاذة أعضاء التدريس كلهم، لأن أنا جنبيكو صغيرة قوي، إن أنا ودكتورة أماني الشاذلي، وأنا عمالة يعني أقول دكتورة شهيرة عيطة، دكتورة شهين الفرخراني، دكتورة دينا، دكتورة دعاء، دكتور أحمد خاطر. يعني فعلا أنا وطلابنا الجميل اللي هم حاضرين، دكتورة نجوان، دكتورة علا. يعني أنا فعلا شكرا لحضلكم، دكتورة ريهام جمال، وطلاب الدكتوراه كلهم شايفاهم نفر نفر. دكتورة سماح نصر أشكرك لوجودك. على فكرة احنا عاوزين ناخد وعد كده قبل ما ندخل على دكتورة يسرية، ناخد وعد من دكتورة سماح نصر برضو، لأن هي باع كبير وقامة كبيرة في تكنولوجيا التعليم. اوكي، ودكتورة زهرة كمان. و يعني انا بدي المايك للدكتورة يسرية. احنا وصلنا عددنا 60 دكتورة يسرية، تفضلي. الو دكتورة يسرية، اتمنى هي ما يكونش ساعات الانترنت بيعمل مقالب كده يكون طلعها. الصوت واضح ان شاء الله والكونكشن ممتاز. انا هكلمها دلوقتي برغم ان انا في دوله خارجيه. سعوديه. ايوه. اعرفكم بدكتور محمد، هو استاذ مساعد ترجمه وفي معهد الدراسات اللغوية، وللأسف بنفتقده كتير لأنه هو في السعودية دلوقتي معار يعني. الله يخليك. ودكتورة كريستين أستاذ اللغويات والترجمة في جامعة القاهرة، طبعا دي أستاذتنا وسعداء بيها وجودها. يعني لما تكون مع تلميذتها دي حاجة كبيرة قوي،
انا بحاول اكلم الدكتورة يسرية عشان تدخل ويانا on phone دلوقتي، يعني انا مش عارف ايه اللي حصل عندها. إيه لا احنا احنا إيه احنا هو احنا هعمل ان دكتوره مساء الخير بحضرتك دكتور احمد خاطر جامعه حلوان. اهلا وسهلا دكتور احمد خاطر، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. لحد ما الدكتوره يسرية تستعد وتتكلم معايا دلوقتي بتقول لي هي عندها ازمه هنشوف الازمه اللي عندها في الصوت. اوكي طيب لحد ما دكتورة يسرية تحل المشكلة، هل ممكن استأذن حضرتك في سؤال للدكتورة شيرين؟ طبعا طبعا دكتورة شيرين تفضل. عشان بس انا لسه داخل من خمس دقايق حضرت يعني كانت في مشكلة ما كناش عارفين الباسورد وكان عندنا مشكلة فحضرت من الاخر، فكنت عايز استأذن في الدكتور احمد خاطر. انا حطيت ان حصل ايه، ان انا عملت ابجريد للزوم ميتينج عشان ادخل اكبر عدد، فاضطريت لما الابجريد غير عملت ابجريد فاداني لينك وباسورد جديد. يعني الكلام ده دفعت النهارده عشان الدنيا ماشيه كويس، شويه دولارات كده عشان نبقى كلنا مع بعض، لان هو بيحد عدد معين ووقت معين، عشان كده احنا مكملين. احنا سعداء اولا وبنشكر نشكر حضراتكم على التجربه الرائده دي، يعني بنشكر حضراتكم عليها مبدئيا، وانتوا رواد يعني بسم الله ما شاء الله. بس كنت عايز اسال الدكتوره شيرين، انا دخلت وهي بتتكلم على الريسبونس فاليديشن والباسورد وكانت بتشرح بعض السيتنجز في الفورم، كنت عايز اسال دكتوره يسري وصلت بس حضرتك اسال سمعتيني؟ انا بعمل تيست بس انا اسفل المقاطعه، بس انا بعمل تيست على الصوت. خلاص اتفضل حضرتك كمل دلوقتي لا بس انا كنت اسال بس سؤال، هل استخدام الجوجل فورم داخل من جوه الجوجل كلاس روم از ا بلاتفورم بيختلف عن استخدامها من بره لو استخدمتها كجوجل كويز عادي بدون الكلاس روم اكاونت؟ يعني هل انا اقدر اعمل مثلا لو انا بستخدم الجوجل فورم از جوجل كويز من غير الكلاس روم بلاتفورم، هل اقدر اعمل تايم ليميتيشن واقدر اعمل ريسبونس فاليديشن لفكره الباسورد، ولا القصه دي متاحه بس من جوه الجوجل كلاس روم بلاتفورم؟ اهلا بحضرتك يا دكتور. لا هو طبعا ده متاح من الجوجل فورمز عادي جدا، بس ميزه الجوجل كلاس روم ان لو حضرتك كمان عايز توزع الامتحان على عدد معين وعايز تحجم ان الطالب يبعت لك الامتحان مش من الاكونت بتاعه، لكن انت على جوجل كلاس روم انت شايف قدامك مين دخل عمل ايه، لكن الجوجل فورمز الى حد ما بتبقى انونيمس، يعني انا ما ببقاش عارفه الشخص اللي بيكتب الا لما هو بيديني اسمه وبيديني الايميل بتاعه، لكن الجوجل كلاس روم هو داخل من الاكاونت بتاعه عندي معايا من اول السنه موجود. لا بس انا لاحظت ان حضرتك قلتي ان ممكن بالريسبونس فاليديشن اخليه يدخل باسورد معينه علشان يبدا الاسئله، لكن بعد كده وانس انه بدا خلاص يعني بقى عشان يبدا الاسئله. يعني هو لازم انا فاهم وجهه نظر حضرتك، هو لازم ان هو وقتها يبقى على كونتاكت معايا، يعني يبعت لي مثلا على الواتساب يقول لي مثلا او الوسيله اللي انا هبعت لهم اقول لهم التست دلوقتي بدا، ممكن يقول لي مثلا انا عندي مشكله مش عارف ابدا. انا اسفه هعمل قطعه عشان ما هو يبدا دي لو انا بعت له لينك ودخل عليه مش هيلاقي الفورم جاهز هيبدا على طول. دكتور خاطر بعد اذنك بس حضرتك المكالمه دي ممكن عن طريق بعد كده مكالمه شخصيه عشان نكمل السيشن بس حضرتك، او نعمل بيها كلاس تاني ويبقى تبقى دي سيشن كامله عنها تاني عشان نعمل فيها عادي، واحنا عندنا الاعضاء عندهم وقت فللاسف، والجوجل زوم ميتنج ده بيحدد لي بوقت معين برضو للاسف برضو. يعني انا بشكر حضرتك مره ثانيه معلش اسف على الازعاج، بعتذر انا خجلانه من نفسي ان انا بطلب المقاطعه، بس دكتوره استاذه شيرين عامله الايميل بتاعها فحضرتك ممكن تتواصل وياها، وهي دي فرصه واتاحت لجميع اعضاء التدريس وطلابنا بالمخاطبة والمراسلة عن طريق الإيميل وعن طريق برضو عن طريق الجوجل كلاس روم اللي احنا عاملينه، أو عن طريق صفحتنا ذاتها اللي حضرتك عضو فيها ونورتها.
اوكي نرحب بالدكتوره يسريه واتفضلي المايك وياكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا بالساده الحضور جميعا، وبشكر استاذه شيرين على الحاجات الجميله اللي هي قدمتها، وهي فعلا يعني احنا كلنا بنكمل بعض، لانه انا ممكن اشوف البرزنتيشن ده مع حد تاني استفيد بتريكة. وقبل ما ابتدي اتكلم على الجزء اللي انا هقوله، عايز اقول انه كل انتاج الشركات الكبيره من مايكروسوفت وجوجل وكل الناس دي هي بالتاكيد بتقدم نفس الخدمات موحده على مستوى الابس اللي هي بتقدمها. يعني لو في مايكروسوفت في حاجات متكامله، في لقاءات فيديو، في حاجات اوديو، في لينكات، في كل ده موجود برضو في جوجل. انا هبدا اشير البرزنتيشن بتاعتي، همر عليها على السريع عشان الناس تبقى بس فاهمه انا هعمل ايه جوه، وبعدين هنتقل بحضراتكم على الجزء العملي اللي احنا هننفذه برضو مع بعض. عايزه اقول انه الليرنينج مانجمنت سيستمز كلها دي معموله عشان تحتوي كل النظام التعليمي بكله، بتقييماته، بمادته العلميه، بالهيراريك بتاع الطالب والاستاذ والمعيد، بالادمنز اللي هم بيساعدوا ويفكوا الحاجات الفنيه. ففي عندي امثله كتير جدا زي البلاك بورد والكمبيوتر والمودل، كلهم بيقدموا نظم متكامله لاداره التعلم مع المؤسسات الكبيره، بس دي بيلزم لها تجهيزات وبنيه تحتيه عاليه وسيرفرات عاليه وهكذا. فابتدينا يفكروا في حاجات ممكن تبقى في متناول الجميع، اللي هي زي الجوجل ابس والمايكروسوفت ابس، وفي حاجه اسمها كمان بيازا، وفي سكولوجي، وفي ادمودو، كلها تطبيقات بتساعد الناس اللي زينا اللي عندهم مهاره الاستخدام، بتساعدهم على انهم يتواصلوا مع الطلبه ويقدموا نفس الخدمات بس مش بنفس الشكل الكبير اللي هو مع المؤسسات الكبيره. من ضمن الجوجل الابس دي اللي بيخدم عمليه التعلم، وفي غيرها بيخدم الحاجات التانية زي الفوتوز وزي الحاجات اللي بيعملوا بيها تسجيلات للأفلام الصوتية وهكذا. ولكن اللي احنا بنركز عليه في استخدامنا للتعلم بيبقى عندي الجوجل كلاس روم والجوجل فورمز والهانج اوتس واليوتيوب والجوجل درايف، دول الأدوات المساعدة ليا داخل الجوجل كلاس روم. بعد كده انا هتفرع، بس انا ماشية بالتسلسل ده عشان الناس تبقى عارفة احنا بنمشي ازاي. داخل الجوجل كلاس روم في بقى الحاجات اللي تهمني انا واي عضو هيئه تدريس عايز يتواصل مع طلابه، فبيبقى عندي الكورس كرييشن وعندي الكورس سيتنج والكورس مانجمنت. المانجمنت دي بيبقى فيها اداره الماتيريال نفسها، الماده العلميه اللي انا بحطها، وفيها البارتيسيبنتس اللي هم ممكن يكونوا طلاب عندي او يكونوا زمايلي في التدريس، وفيها الادوات اللي انا بضيفها او بستخدمها. بعد كده انا هخش مع حضراتكم على الشكل العملي او الجزء العملي جوه في الجوجل، وهنجرب مع بعضينا ازاي نعمل ده كله. فهيبقى التركيز عندي على النقط اللي انا محددها بالاسهم الحمراء دي عشان هي دي اللي هتفاعل معاها وهي اللي هتثبت لي. انا عايزه اقول ان كلنا قد يكون عندنا نفس المعلومه او قد يكون عندنا معلومات اكتر، لكن احنا بيبقى كل واحد فينا ليه تركه على حسب الشغل بتاعه. يعني اللي بيشتغل انجليش غير اللي بيشتغل ماث، غير اللي بيشتغل كيمستري، غير اللي بيشتغل كده، فكل واحد بيبقى له تركه في المقررات بتاعته. لكن في حاجات ستاندرايزد او في حاجات اساسيه لازم تبقى موجوده عند كل واحد فينا. دي كمان الجزء اللي احنا هنتعامل معاه جوه الكلاس ورك والكرييشن بتاع الايتيمز بتاعتي والجوجل درايف والجوجل كالندر. دي بالنسبه للبرزنتيشن، وهنتقل بحضراتكم دلوقتي عشان أروح على الجزء العملي. دي بسم الله الرحمن الرحيم. هنتهز فرصة أن أنا أتكلم وأرحب أن احنا وصلنا دلوقتي عددنا 62، فهو مفتوح لكل الناس. وأنا أسفة تاني أن هو أنا كنت امبارح عاملة شير للينك، اللينك تم تغييره بسبب الابجريد اللي حصل للزوم ميتنج، بس بعد كده هيبقى هو ده اللينك بتاعنا ان شاء الله ونفس الباسورد اللي حضراتكم عندكم. ميرسي جدا، اتفضلي دكتوره يسري. تمام.
هو الأساس في أي جوجل كلاس روم طبعاً إن يكون عندي جيميل أكاونت، فبكتب في الـ URL من فوق classroomgoogle.com وبخش على الصفحة دي، هي دي الكورسات اللي عندي الحقيقة. فعند حضراتكم ممكن ما يكونش موجود ولا كورس، فتطلع الشاشة بيضة، فمحدش يعني لو طلعت ما فيش أي كورسات فيها موجودة خلاص ما فيش مشاكل، أو إن أنا أكون joined لـ other courses تكون موجودة. أول حاجة أنا بروح على علامة الزائد اللي موجودة فوق دي عشان أنشئ المقرر بتاعي، فبيديني خيارين، واحد منهم إما إني أجوين كلاس، يعني أروح كلاس زي ما عملنا كده من شوية مع ميس نسرين، أو إن أنا to create كلاس، فبيديني دي الترمز والشروط الأساسية الأولانية، فبقوله طبعاً أنا موافقة. وكلنا معظمنا ما بيقراش الحاجات دي، بس هي بيبقى فيها نوع من النوتيفيكيشن about privacy والحاجات اللي احنا بنتعرض ليها جوه. هقول له continue، بعد كده ابتدي احط الداتا بتاعت الكورس. الكورس نيم اسمه ايه، انا ممكن اكون اعمله باسم المادة، او ممكن اعمله باسم الفرقة، او ممكن اعمله باسم الجزء العملي، او whatever the name اللي حضرتك هتديهوله. فانا هعملها مثلا جزء trial، انا هعملها كده يعني هحط له الاسم ده. السكشن بتاعي اللي هو ممكن يبقى داتا اخرى، والسبجكت انا هعملها انجلش عشان الناس اللي معايا، والروم طبعا لو انت عندك جدول في الحياه العمليه تحت على الارض يعني في الكليه، فممكن احط رقم الروم بتاعتي 20 او 30 او whatever، مش هتهم معايا. انا دلوقتي كريت الايه الكورس بتاعي اهوت، ان شاء الله النت يبيض وجوهنا وما يقصرش معانا ويدينا السرعه المطلوبه. انا بس هطلب من حضراتكم تقفلوا المايكات كلها عشان نقدر نسمع دكتوره يسري من غير صدى صوت. شكرا. تمام كده، انا دخلت اهو في الكورس اللي عملته ده، اسمه طلع معايا، ودي المين ايكونز اللي موجوده فوق اللي انا هتعامل معاها، عندي الستريم وعندي كلاس ورك وبيبل، وفي جزء هنا اللي هو السيتنج لو انا حبيت اغير، وهقول اهميته بعد شويه. هنا في الجزء ده هنلاقي تحت خالص، تحت خالص كده في جزئين مهمين جدا. الجزء الاولاني اللي هو الارشيف كلاسز، افترض انا خلصت مثلا مقرر لسنه اولى سنه ثانيه، او خلصت الترم اللي فات المقررات، فانا عندي ارشيف كلاسز اهيت، انا عملت لها ارشيفنج اللي كنت بجرب فيها واللي خلصت معايا وهكذا، فانا بحطها هنا. لو انا عايزه ادلتها خالص ببتدي اخد من هنا واعمل له اما ريستور ارجعه تاني عشان استخدمه، او اقول له ديليت اهوت، انا همسح عندي حاجات انا مش عاوزاها. تمام، يبقى دي في الارشيف بارت. تحت خالص كمان في الجزء اللي هو السيتنج العام للمقررات بتاعتي كلها، بيبقى عندي جزء بالبروفايل بتاعي لو انا عايز اغير الصوره بتاعتي، لو انا عايزه اروح للبيرسونال اكاونت بتاعي من هنا ممكن اروح، الايميل اللي انا حطاه عشان يجي لي عليه نوتيفيكيشن وهو بتاع الجيميل باي ديفولت كده، وبرده في الكومنتس بتاعه الطلبه لو انا عايز حد يكومنت ولا لا فبسيبها مفتوحه، عاوز حد يمنشن بسيبها مفتوحه، عايز برايفت كومنتس على الورك ده وبيروح لما هنخش جوه هوريه لحضراتكم ازاي. وبعد كده الكلاسز من جوه برضو السيتنج بتاعها، لو انا عايزه اشتغل مع بوستات عامه، يعني زي مثلا جاي مثلا رمضان وجاي العيد، فهحط بوست عام على الدراسات العليا وعلى الكلاسات اللي في الفرق المختلفه وعلى اعضاء التدريس وعلى الناس كلها، هحط تهنئه للعيد، فاختار من هنا بأتيح الحكايه دي من جوه وهنعرفها ازاي. الريتيرن ورك والجريدز ان انا بيسمح لي من جوه ان انا ازاي ارد على الطالب بعد ما مس شيرين عملت تصحيح مثلا وهدت له 10 من 10، ممكن ارجع له واحط له نوتيفيكيشن وهكذا معاه. برضو ممكن اعمل انفيتيشن للستودنتس عشان يعملوا جويننج للكلاس وهنشوفها ازاي من جوه. يبقى هنا الجزء ده بيتعامل مع الاعدادات العامه لكل الكلاسز اللي انا هشتغل عليها. في حاجتين انا قفلتهم من عندي عشان ده وفقا برضو لرغبتي انا، انه ما يكونش في ليت سبميشن من الستودنتس، ما حدش يتاخر في الاداء بتاعه، او ما يسمحلوش من جوه انه بعد الميعاد يعمل سبميشن
الاساينمنت بتاعته او الكويستشنز بتاعته، او يعمل ريسبميشن تاني لنفس الايه لنفس الديوتي، لانه ممكن من جوه يبقى فيه الحكايه ديت. انا هروح بقى على الكلاس من جوه عشان نبتدي نشوف هنحط فيه الاجزاء ازاي. نتعرف على شكله الاول. الجزء اللي بره ده الستريم عامل زي الانترفيس بتاع الفيسبوك، كل الناس بتشوفه، كل الناس بتقراه، وكل الناس بتتفاعل معاه داخل الكلاس ده. ابتدي هنا انا ممكن من العلامتين اللي الاسهم اللي رايحه جايه دي، انا ممكن استخدم بوست تاني في مقرر اخر او في دفعه تانيه او في جزء مختلف عن المقرر ده، ففتح لي كل المقررات اهي عشان اختار من هنا. مثلا لو ان انا هاخد من هنا في جزء بوست انا عارفاه وهكذا. طيب لو انا بقى هكتب بوست هقول مثلا اي حاجه اهوت، وابتدي احطه للطلبه، ممكن احط على البوست ده، ودي متكرره من جوه كمان مع الكلاس ورك او الماتيريال اللي هضيفها، ممكن احط لهم ملف انا حطاه على جوجل درايف، وممكن احط لهم لينك من الخارج، وممكن احط لهم فايل، وممكن احط لهم لينك يوتيوب. طب ايه الفرق ما بين اللينك بتاع اليوتيوب واللينك العادي؟ اللينك العادي ده مفتوح، ممكن يبقى ملف، ممكن يبقى ويب سايت، ممكن يبقى حاجه. اليوتيوب بجيب اللينك بتاعه الملف اللي انا هحطه لهم عشان يوفر لي المساحه بتاعته من على الدرايف، يعني اجيب اللينك بس يوديني على اليوتيوب الاصليه، مش مضطر ان انا احطه على الدرايف واخزنه وياخد مساحه عندي. يبقى هنا انا ممكن احط اتاتشمنت للبوست، وده في الغالب بيكون من بره، انا بحطها ورده او بحطها كوميكس او اي حاجه تشد الطلبه، لان الماتيريال لازم اخليها جوه عشان تبقى مظبوطه. في هدف الجزء ده ان انا ممكن احط البوست دوت واحط له تاريخ، اقول له مثلا في اليوم الفلاني، يبقى لو انا ما عنديش نت مثلا او ما عنديش اي وسيله اتواصل في اليوم ده وانا مجهزاه بالفعل هينزل، فهحطه سكادجولد هنا عشان الطلبه تشوف. فانا هحطه اهوت كده ويبتدوا هم بقى يشوفوه ويتفاعلوا معاه. سي مثلا ان في اي حد تفاعل ورد وهكذا، انا ممكن من هنا هوت بيبقى فيه زي كلمه الريبلاي للسبيسيفيك بيرسون ده، وبنخش عليه هو اعمل له ريبلاي هو بس، الناس التانيين برضو بيشوفوه. طيب اخش على الكلاس ورك. هنا الجزء دوت بيكمل بقى مع الجزء اللي استاذ شيرين قالته، فانا بعمل كرييشن من هنا. الاول لازم اعمل كرييت للتوبيك، لو انا هعمل تدريب مثلا او تدرج في الماتيريال اللي انا هعملها. التوبيك الاولاني اقول مثلا توبيك 1 اهوت، وهعمل اد. بعد كده انا ممكن انزل تحت التوبيك ده اقول فيه سب توبيك تاني، ده السب توبيك تمام، هضيفه اهوت. طيب هما طلعوا هما الاثنين في نفس الايه في نفس المكان، انا عايز اخلي واحد تحت التاني، فهخلي السب توبيك ده اهوت لا معلش هو ده السب توبيك هيبقى مين توبيك برضه، فانا هخليه توبيك 2 تمام. هاجي بقى انزل على التوبكس دي ماتيريال او اعمل كويستشنز او احط تكليفات، يبقى هعمل هنا ماتيريال، عنوان الماتيريال ايه، اقول ادي السب توبيك الاول سب توبيك 1، وهيبقى الديسكريبشن ده ممكن اكتب فيه مثلا اي حاجه او المحتوى اللي انا عايزه اديه للطلبه. وفي نفس الوقت هنا انا ممكن اضيف اللينكس اللي احنا قلنا عليها في ملف في جوجل درايف، او لينك من الخارج، او فايل من على الديسك توب بتاعي، او يوتيوب لينك، وهقول له النسخه دي على الملف على الكورس ده بس، ولا انا عاوزاها في الاذر كورسز اللي موجوده. يعني لو هي هنزل ماتيريال موحده مثلا على الكل، او اي حاجه انا عاوزاها تنزل في كورسات، او عملت نسخ زي ما انا شفت مع الدكتور محمد جمعه ان عملت نسخ من مقررات عشان العدد بتاعي يكفي، عدد الطلبه بتاعي مثلا 2000، فانا عايزه اقسم المقرر ده ما بيستوعبش غير 250 فرد، فانا عايزه اقسم دول على مثلا عدد المقررات، هعمل 8 مقررات، هعمل 3 مقررات على نفس الايه
الوتيرة والبوستس اللي أنا هحطها هتبقى أختار أسماء المقررات من هنا. طيب هنا برضو هحطها تحت أنهي واحد؟ هحطها تحت topic 1 ولا topic 2؟ خلاص أنا هاخد أهوت أول واحد وهحطها تحتيه، وبرضو ممكن أعمل لها scheduling إنها تتحط في اليوم الفلاني أو تتأخر شوية أو في تاريخ معين، وهقول له post. تمام، طلع لي التوبيك اهوت اللي انا حطيته توبيك 1 تحت سب توبيك 1 تحت التوبيك 1. لو انا عايزه اعمل اديتنج ليه وارجع له مره تانية، ماشي اهوت، وعايزه احط هنا مثلا لينك اهوت، هاخد اللينك بتاعت الفيسبوك بتاعت الانستيتيوشن وهحطه. هقول له اد لينك اهوت، هحط اللينك هنا واقول له اتفضل، فطلعت لي اللينك محطوطه تحت اهيت. اي طالب هيدوس عليها هيروح على صفحه الفيسبوك، او لو انا عايزه احط له بقى موقع مكتبه، عايزه احط له موقع اعلان، عاوزه احط له موقع بيدي ماتيريال مختلفه، عاوزه احط له اديشنال ريدنج، عاوزه احط له اي حاجه غير الماتيريال اللي انا حطها فوق، خلاص بحطها هنا واقول له سيف، عشان كده ابقى اضافت الايه الماتيريال. طيب في جزء هنا عايزه اقوله بيكمل الجزء بتاع استاذه شيرين، ان انا هنا لو بعمل اساينمنت او بعمل كويستشن، هو الكويز اساينمنت هو التمبلت اللي استاذه شيرين تناولته. الاساينمنت ممكن يبقى بشكل اخر، هو بياخد نفس التايتل هنا، اقول له مثلا for topic 1 وابتدي احط هنا الاسئله اللي انا عاوزاها، او اضيف ملف لو في اسئله انا حطاها وهم يجاوبوها وهكذا. بعد كده انا بحط الدرجه بتاعه السؤال ده، اقول مثلا 20، عايزه احدد اليوم بتاعها، اجيب من النتيجه بتاعتي هيطلع مثلا يوم، ادي السبت الحد الاثنين ثلاث، اختار اليوم اللي انا عاوزاه وليكن يوم 12. اخر ميعاد للسبميشن لهذا الاساينمنت هيكون الساعه 11:59 دقيقه في يوم 12/4. طب ده هيروح لانهي توبيك؟ هيروح لتوبيك نمبر 1. خلاص انا هقول له اهوت اساين، او اجدوله اديله ميعاد، يعني اجدوله او ان انا اسيفه از درافت، ارجع لها مره تانية عشان اعدل فيها قبل ما ايه ما اعملها. انا لو كده عملت الاساين اهوت، طلع هنا فور توبيك 1 دي الاساينمنت المحطوطه، وهيطلع لي برده متابعه من هنا كم واحد عمل تيرند ان وكم واحد اساين تو. هنا بيطلع لي توتال الطلاب، وهنا بيطلع لي العدد اللي عمله. ابتدي احط مثلا كومنت، في واحد مش فاهم جزئيه في السؤال ده هيبتدي يعلق لي عليه، هرد عليه بنفس الطريقه اللي احنا عملناها في الستريم بره. بعد كده في عندي كمان كويستشن، هو بيكون نفس الشكل، بس هنا بيطيح لي حاجتين، ان هم يردوا على بعض، يعني هفترض ان في اتنين هيجاوبوا وهيردوا على بعض، فبيكون متاح ليهم ان كل اتنين يردوا او كلهم يردوا على بعض، او انهم كان اديت الانسر دي لو هيحطوها، ودي وفقا برضو لرؤيه عضو هيئه التدريس او رؤيه المستخدم للجزئيه دي. هو بيتصور طريقه الاسسمنت او طريقه السؤال او طريقه الاجابه اللي هيرد عليها الطالب بيها، وبيبتدي يعمل فورميليشن للايه للاسئله او الاساينت. في هنا حاجتين اهمت في الجوجل درايف، وده اللي ممكن بحط عليه حاجات للكلاس ده فقط، ولو لاحظنا ان انا فتحته من داخل الكلاس ده بس، لانه ده بيختلف عن الجوجل درايف العام بتاعي. انا ليا على حساب الجيميل ليا الجوجل درايف بتاعي اللي بحط فيه الماتيريال بشكل عام، بحط فيها الفولدرات بشكل عام، بسيب فيها الحاجات اللي انا عاوزها، لكن الجوجل درايف ده خاص بالكلاس ده، وممكن لكل كلاس بيبقى له جوجل درايف بيتحط فيه الماتيريال برضو بتاعتهم. الكالندر دي بنستخدمها في لما نحب نعمل مثلا اعلان انه هيكون عندنا زوم ميتنج مثلا زي النهارده. انا عملت مثلا لاحد الكلاسات بتاعتي في هنا اهوت، حاطه انا بعض المواعيد، مش عارفه اذا كانت هتظهر هنا ولا لا، لكن
ممكن نعمله على أساس إن هو ده يبقى ترايل. لو أنا هقول في زوم ميتينج يوم 6، خلاص هو بيجي لي يوم 6 اهوت، وروح حطيت لي العلامة بتاعتي على إن أنا حددت الميعاد ده، ببتدي أعمل الإيفنت ده الساعة كام، أحط لها التايم بتاعه، أد الجست بتاعتي على الكلاس، وهو بيروح يعلن الطلبة في نفس الموعد دوت على الكلاس، بيديهم نوتيفيكيشن كده. وكمان أبدأ أضيف اللوكيشن كونفرنسينج، أو أبتدي أستخدم هنا الهانج أوتس اللي وفرها لي الجوجل عشان تبقى أداة للتواصل زي ما احنا عاملين كده بالزوم. هو موجود الهانج أوتس برضو للتواصل بنفس الطريقة، وكل البرامج اللي هي بتعمل تواصل عن طريق الأونلاين أو حضرتك بتبقى متوافق فيها مع الأطراف الأخرى بيكون فيها نفس الأيقونات من تحت زي ما احنا شفنا في الزوم ازاي بنستخدمه ونشير ونتكلم والمايك والكاميرا وهكذا. ده بالنسبة للكالندر. هبتدي أروح لجزئية تانية وهي الأشخاص اللي أنا بضيفهم. طبعاً أنا ما عنديش في النسخة الترايل دي ولا طالب، لكن أنا هروح بعد كده أوريكم الحاجات دي عملي على كورس من اللي أنا عملتها. النقطة المهمة هنا إن أنا ممكن أضيف زميل أو معيد، بالنسبة لي أضيف الإيميل بتاعه. لو أنا قلت كده أهوت هيطلع لي الإيميل بتاعي التاني، أضفته على إنه ده هيبقى تيتشر معايا على نفس المقرر، وهقول له اتفضل يقوم بنفس الدور معايا لو إنه هيبقى مساعد بالنسبة لي. وممكن كمان أشيله من هنا أو إن أنا أضيف حد تاني لنفس التاسك. طبعاً الجريدز اتكلمت عليها أستاذة شيرين، وهروح معاكم دلوقتي على المقررات وناخد أحد المقررات اللي قدامنا ديت كلها أهيت. أنا هاخد بتاع الطلاب دمت عشان عندهم في آدي assignment أهيت متحددة، وآدي الكلاس ورك بتاعهم أهوت معمول categorization، آدي معمول، آدي العنوان الأساسي، وآدي السبتايتلز، وآدي الكويستشنز أو الأسايمنتس اللي أنا اديتها لهم عشان يجاوبوا عليها، وبرضو في تحت أهوت بعض المواضيع بالتواريخ. وفي الآخر خالص أنا بعمل حاجة اسمها الريسورسز، دي ممكن تتحط دي كتوبيك لوحدها يتحط فيها الماتيريال الزيادة أو الاديشنال ريدينج أو كانت اديشنال لينكس هو ممكن يرجع لها في وقت تاني. طيب في حاجة كمان هنا في السيتنج بتاع الكلاس عايزة أقولها، إنه أنا كل مرة بعمل فيها الجزء دوت في الجنرال ده أنا ممكن أغير في الكود أخليه ما يبانش، الكود ده ما يبانش ليهم، وكمان ما يبقاش موجود لما يفتحوا، وممكن كمان أخد منه الكوبي. بس نخلي بالنا إنه كل مرة هعمل فيها تغيير لهذا الجزء هيتغير الكود بتاع الكلاس. يعني مثلا سي انا عملت ديسبلاي، يبقى الكود المره الجايه مش هيفضل زي ما هو، هيتغير. يبقى اي حد هيحب ينضم لهذا المقرر هتضطر تعمل له كوبي مره تانية او تعمل له ريسيت مره تانية عشان يخش على نفس المقرر. كمان في الستريم هنا ممكن امنع عنهم ان هم ما يحطوش، يبقى only teachers can post في الستريم، أو students can comment only، ما يعملوش posting على الستريم. نفس الحكاية أنا عندي هنا في برضو في options على الكلاس ورك ممكن أستخدم بعضها، ممكن يبين لي الاتاتشمنتس بديتيلز، وممكن يعمل hiding لبعض النقط اللي أنا حطيتها. في الجريدينج برضو في جزء هنا هو حطتهولي على أساس إن أنا أشوف بس السيتنج بتاعه. بيقول الاوفرول جريد كالكوليشن، يعني لو انت عاوز يبقى التوتال بوينتس بتاعت المقرر كام، او التوتال بوينتس مثلا هتبقى 70، ابتدي اوزع من جوه الجريدز وابتدي اوزع الدرجات على هذا الاساس. طيب في جزء كمان عايزه اوريه لكم، انا طبعا بتكلم بشكل عام ولكن الابداعات الحقيقيه في الاستخدام بتبقى للناس المستخدمين للمقرر. يعني أنا ممكن أستخدم حاجة بطريقة، في غيري ممكن يستخدمها بطريقة تانية ويبدع فيها وفقاً لشغله أو وفقاً للطريقة اللي بيشتغل بيها. دول طبعاً الناس اللي موجودين على المقرر. لو أنا حبيت أفتح أشوف
العمل بتاع الطالب ده لوحده، هبتدي اشوف هو عمل كام assignment، عمل كام submission، وكم واحد اتقدم وكم واحد missing، وعليه ابتدي اتواصل معاه بالضبط زي ما بيحصل على learning management system اللي هو الكبير. وانا كده اعتبر اديت overview عامة سريعة على الكلاسز وازاي ممكن نتفاعل معاها من جوه. اشكركم واتمنى ان يكون الوقت قدر لي ان انا ادي لمحة من التفاصيل اللي كل تفصيلة فيهم زي ما شفنا كده ممكن تبقى متسجلة في اوديو لوحدها ومتسجلة في مكان عام لوحدها. شكرا جزيلا لحضراتكم. دكتورة يسرية واستاذة شيرين، ميس شيرين انا شاكرة ليكم جدا، يعني مش عارفة اقول لكم ايه على التفاعل الجميل، كل الناس عمالة تكتب الشكر انا متأكدة. تبسيط المعلومة وصعوبتها أنا عارفة لأن التبسيط دكتورة يسرية وتبسيط مش شيرين، الدنيا على فكرة مش بالسهولة اللي هما بيبينوها كده، بس أنا سجلت السيشن فلحضراتكم هترجعوا على لو لي الحق ان انا اعمل هنا حديكوا جوجل كلاس روم، هترجعوا للجوجل كلاس روم اهو بفتحه اللي هو اللي فيه كل السيشنز بتاعتنا، بحيث ان حضراتكم تتفضلوا مشكورين تتابعوا كل الباوربوينتس اوريدي انا نزلتها، وفي نفس الوقت السيشن دي يتم هتبقى متواجد عليها كل المعلومات اللي فيها اهي، لو انا بفتح انا عاملة شير للصفحة، اتمنى ان حضراتكم تكونوا شايفينها. ايوة اهي شير اهي جوجل على الجوجل كلاس روم، حتى الصفحة دي هي اللي موجود فيها، والباسورد للي ما عندوش الباسورد او من فضلكم ممكن تصوروها او ممكن تكتبوه H2PIDET، هو ده اللينك بتاع الصفحة اللي موجود عليها الماتيريال بتاعة الباوربوينت. فلما هندخل على class work والسيشن 3 بتاعة النهاردة، حضراتكم مشكورين اهي هتلاقوا هي، يبقى بس التسجيل اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي. هي دكتورة يسرية شاركتنا الباوربوينت بتاعها. تاني ولا انا اللي شاركت؟ انا اللي شاركت. ف اي هرجع تاني عشان هنا الصفحه موجود عليها الباوربوينت بتاع الدكتوره يسرية وميس شيرين. شكرا ليكم جدا. هنا الاكونت اللي هي ميس شيرين فتحته اهو، اللينك بتاعه موجود هنا، ناقص بس الفيديو هيتحمل مسافة ما هيتحمل، هو عادة بياخد تقريبا ساعة، ان شاء الله على الساعة 10:30 النهاردة ممكن حضراتكم تقدروا تتفرجوا على الفيديو تاني، وان شاء الله يبقى كده عودا حميدا الاسبوع الجاي يوم السبت باذن احنا النهاردة السبت يوم الاربع، هيبقى ويانا دكتور محمد والي وهيكلم مفروض ان شاء الله على ويبي نيكس ويبكس انا اسفه، وهناخد برضو من وعد من دكتوره يسريه ومشيرين ان يعملوا لنا سيشن 2 لجوجل كلاس روم، ايه رايكم؟ ان شاء الله يا دكتور باذن الله. يعني انا مش عارفه ازاي دكتوره تحت امر حضراتكم، يعني سيشن 2 بارت 2 بقى، احنا عملنا النهارده سيشن 1 بارت 1، هناخد بقى جزئيه وجزئيه، يعني ميس شيرين هتاخد جزئيه معينه وكده، ونعمل كلنا براكتس عندنا بنتفرج وبنعمل براكتس على الكمبيوتر ويا حضراتكم، لان انا تلميذه خايبه فاحب اتعلم كل الديتيلز. اوكي فان شاء الله هنجتهد ونوصل، الهدف منه التواصل والتعلم، وانا مش عارفه ازاي اشكركم، وشكرا ليكم جدا 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 كل السادة الحضور والسادة الدكاترة، أطلنا عليكم خدنا ربع ساعة من وقتكم زيادة، بس أتمنى أن هي تكون في سبيل العلم. حابة أنوه على حاجة معينة، هي بالنسبة للمكان اللي بتتحط في الجوجل كلاس روم،
اللي هي احنا حطيناها هنا في الجوجل كلاس روم، هرجع تاني ليها. الماتيريال دي سيشنز اللي احنا حاطينها هي حضراتكم ممكن تستخدموها، واحنا واخدين الحق من ان حضراتكم ممكن تعيدوا استخدامها في الاماكن اللي انتوا حابينها يعني، وممكن كمان تعلموا بيها طلابكم يعني. ده بعد اذن كمان دكتورة يسرية النهاردة ومش شيرين، لان كل سيشن بنعمل كده، لان احنا الخدمة التطوعية لله، وبنطلب منكم ان انتوا برضو تعملوها خدمة تطوعية لله بدون اي مقابل مادي. وهنا طبعا دكتور محمد جمعة، فاحنا عاوزين نستغل وجوده. دكتور محمد جمعة ودكتور محمد فوزي، دكتور محمد نستغل وجود حضرتك بما ان احنا حيثاني دكتور محمد جمعة. احنا يعني عارفين حضرتك، اليوتيوب بتاعت حضرتك جميلة ومشوقة جدا، وحتى دكتورة يسرية ذكرت النهاردة اكتر من مرة. فايه رأي حضرتك لو حضرتك وقت حضرتك يسمح توعدنا لو تحب الاربع جاي نص ساعة كده، حضرتك عامل جوجل عامل منع الغش على جوجل كلاس روم، ايه رأيك لو حضرتك تحب تشاركنا اللحظة دي؟ لو وقت حضرتك يسمح. حاضر، تحت امرك دكتورة نجيم. هيكون يعني امتى ان شاء الله الميعاد المقترح؟ يعني لو حضرتك تحب الاربع الجاي في من 6 ل 6 ونص او من 6 ونص ل 7 زي ما احنا عملنا النهارده، حضرتك تحب انهي او يوم السبت برضه؟ خلاص ان شاء الله ان شاء الله انا بدبر ان شاء الله نعمل الاربع الجاي. يوم الاربع الجاي خلاص باذن الله. لا لا، تحت امر الدكتوره نبيل والمصلحه العامه يعني. ربنا يعني لان احنا بما ان احنا واخدين موضوع حضرتك برضو هتعمل لنا زي مراجعة على الامتحانات وكده، وبعدين ندخل على منع الغش، لان انا شفت دكتور لو سمحت بقى. ايوه، مين وياي؟ عشان انا مش بيبان. دكتور متشكرة جدا لمجهود حضراتكم. ومين بيكلم يقدم نفسه بس؟ اسفل التدخل، ازاي حضراتكم جميعا؟ مين حضرتك؟ انا دكتوره اميره فتحي في كليه التربيه جامعه عين شمس. ايوه حضرتك دكتوره اميره فتحي. ايوه لحضرتك صح، كليه التربيه جامعه عين شمس برايم. صح، هاواي برايم. اهلا بحضرتك، اتفضلي. ايوه بالظبط، اهلا بحضرتك. احنا عرفنا المواعيد يعني اهم كمان. اولا الماده العلميه حلوه جدا، عرض الدكتوره ممتاز جدا، بس انا بقول اهم حاجة ان انا ازاي عرفت بحضراتكم خلال الجروب بتاع دكتورة انجي. فلو سمحت لو يبقى ليكم المواعيد تدخلت مع الوركشوب اللي بتقدمها دكتورة انجي، لو سمحتي لو الدكاترة الساتذة اللي موجودين هنا نعمل بقى جروب اخر على الواتساب يبقى مختص بيكم، بحيث ان المواعيد دي بالتعريفات باي ديلز ما تدخلش مع دكتورة انجي، بحيث ان انا ابقى دايما ابديت معاكم. واضح ان حضرتك ما شاء الله عليكي عايزه تدي ورش تاني، واحنا عايزين نستمع. انا سعيده لحماس حضرتك دكتورة اميره، وده بيسعدني وبيقلقني ان المسؤوليه بتكبر كده. فعلا احنا عاملين، لا بالعكس، ده انت احنا عاملين صفحة على الفيسبوك مسمينها، هي تبع المعهد Institute of Applied Linguistics. ايوه انا اشتركت فيها. اهلا بحضرتك، Institute of Applied Linguistics and Translations، وانبثق منها وفقا لطلب الطلاب عندنا ان هم عاوزين يتعلموا e-learning، فعملنا نادي e-learning تطوعي. قلت لهم انا ممكن نبتدي نعمل connections كده، فاتفقنا ان احنا نعمل e-learning club 2020 بما ان احنا في السنة الجميلة دي. وحددنا المواعيد ان هي هيبقى لقاء اسبوعي يوم السبت والاربع من 6 ل 7. فهو ده اللقاء اللي بقالنا فيه، ابتدينا فيه بقالنا شهر. ويعني فبالنسبة لحضرتك لو في سيشن حضرتك مثلا حابة تحضريها ولم تتوافق المواعيد ويا حضرتك، حضرتك بس بلغيني بيها، وهيتم عمل جروب وسيشن نفسها للجروب اللي عاوز السيشن دي.
لان هيبقى من السيشنز هيبقى ينبثق منها سيشنز اخرى. زي النهارده واحنا قاعدين شغالين جالي كذا واتساب، احنا عاوزين ميس شيرين وميس يسرية عاوزين سيشن واحد ليها لوحديها والسيشن ليها لوحديها، فهنعمل كده وهتفق وياهم للي مهتم وهطرحه على الصفحه عندنا. لو حضرتك حابه مواضيع اخرى حضرتك تتواصلي وياه بالايميل وانا تحت امر حضرتك. هحطه النهارده تاني الايميل بتاع e-learning club 2020. أنا سعيدة بمعرفة حضرتك جداً أنا الأسعد. لا يعني إحنا نحب حضرتك تشرفينا كمان في اسكندرية يعني، وحضرتك ما تنسيش في الشات بوكس حضرتك تعرفي بحضرتك في الشات بوكس، لأن طبعاً ما كانش عندنا فرصة نعرف كلنا مع بعض عشان نقدر نستفيد من، لأن طبعاً الـ e-learning club ده هدفه أولاً التعليم في المرحلة الحالية بركز على كل ما هو إلكتروني e-learning، وبعدين هندخل في جزئية بتاعة linguistics translation وبعدين human resources، وعايزين ندخل كمان في الماركتينج لأن وينا انضم النهاردة الصبح وينا دكتور شريف دلاور وهو أستاذ الأساتذة في التجارة، فعاوزين نستفيد ونفيد طلابنا لو العدد بيبقى فيه سيشن منبثقة. فبس في المرحلة الحالية هي الإي-ليرنينج لغاية ما كلنا نتمكن من موضوع. في كمان موضوع المودل هيبقى هنعمل عرض للمودل، بس نخلص الأول جوجل كلاس روم. وحيشرفنا إحنا كده دبسنا دكتور محمد جمعة في الأسبوع الجاي مع دكتور محمد فوزي الوالي، وعندنا كمان أعرفكم بدكتور محمد فوزي أستاذ مساعد في المعهد، وهو مترجم فوري لرئيس الجامعة ومترجم فوري في السعودية وبيعمل حاجات كتيرة حلوة. دكتور محمد اتفضل شرفنا. السلام عليكم، أهلا بكم جميعا. طبعا يعني الحقيقة مش عارف أبدأ إزاي. أنا يعني بشكر طبعاً يعني الدكتورة الأستاذة الدكتورة نيفين ثروت، والحقيقة طبعاً الدكتورة نيفين هي مديرة معهد الدراسات العليا للغويات والترجمة في كلية الأداب جامعة اسكندرية، وأنا الآن بكلمكم الحقيقة من المدينة المنورة. حالياً أنا أستاذ مشارك في الترجمة ولغويات النص، يعني exactly associate professor of translation and text linguistics حاليا في جامعة طيبة في المدينة المنورة، وأنا زميل للدكتورة نيفين في يعني جامعة الإسكندرية. الله يخلي حضرتك يا بروف. طبعا يسعدني إن شاء الله إن احنا نتكلم على حسب التوبيك اللي الدكتورة هتختاره، سواء كان إن شاء الله في مجال اللغويات أو في مجال الترجمة أو الترجمة الفورية أو حتى الأوديو فيجوال ترانزليشن. حالياً أنا مترجم فوري ومدرب للمترجمين في الحرم النبوي الشريف، وأيضاً كنت مترجم لرئيس جامعة الإسكندرية ومدير مركز اللغات الـ ESP في جامعة الإسكندرية، وبتشرف طبعاً بحضراتكم جميعاً، وفعلاً سعيد بالتطور الملحوظ اللي بيحدث الآن، يعني سواء على مستوى جامعتي جامعة الإسكندرية وعلى مستوى كل الدكاترة اللي موجودين ما شاء الله. أنا اتشرفت بكم جميعا. اتفضلي حضرتك بروف نيفين. شكرا. أنا مش عاوزة أطيل عليكم لأن اسمحي لي بس، أنا نسيت أشكر الدكتورة يسرية ومس شيرين، بشكرهم جميعا جميعا. شكرا جزيلا جزيلا. هي أنا بختم بالضبط كده، أنا بختم النهاردة إن دكتورة يسرية مشكورة لتاني مرة وأستاذة شيرين لأول مرة، فأنا بشكرهم شكر موصول، وإن يعني وجودكم واستمرارية وجودكم وينا هو نجاح للمكان. وإحنا عاملين العمل تطوعي، فشكرا لحضراتكم ولجهدكم ولوقتكم. لو في أي حاجة ياريت في حبقى حط الإيميل بتاعي على الصفحة لأي تواصل وأي اقتراحات. وشكرا دكتورة أميرة في مداخلة حضرتك، وشكرا ليكم، وأشوف حضراتكم على ألف خير بإذن الله يوم الأربعاء بإذن الله. مع ألف سلامة.